بولين صباح الخير. بونجور، كيفك معي؟ كتير منيحة. نحن كتير سعيدين باستضافتك اليوم، مع أنه كنا موعدين أنه برك المرة الجاية أو بعدها تكوني معنا باستديو، بس ما عليش. أكيد مرت الجاي. المرت الجاي إن شاء الله. بولين كانت عم بقول بالمقدمة قديش فعلاً الحجر الصحي يلي انفرض علينا ما كان ناقص لحتى يخلق كمان علاقة موترة أكتر بيننا نحن كأهل وبين أطفالنا المراهقين، لأنه هي أصلاً العلاقة موترة وبتكون عادة مشحونة كتير وفيها كتير من الشد والمد، وعن جد منكون ما عارفين شو بدنا نعمل لهم، ما عارفين كيف بدنا نتصرف معهم مع الأمور يلي بيقدروا يفشوا خلقهم فيها ما كنا ملاحقين. بقى كيف هلأ لما صاروا بين أربع حيطان وجنا بوجهن كل الوقت ما عندهم مطرح يروحوا يفشوا خلقهم فيه، قديش بده يزيد هيدا الشيء كمان على صعوبة هيدا العلاقة، خاصة أنه هو أصلاً في كتير تحديات، يعني مش انه هي كانت لافي ان روز وصار في تشالنجز، لا هي من الاساس ريليشن شيب او علاقه مشحونه بالتحديات ومليئه بالتحديات. مزبوط، لانه التينيجرز هي بحد ذاتها فتره صعبة للشخصين، يعني للأهل من مين وللتينيجر من تاني مين. للأهل ليش؟ لأنه الأهل معودين أنه أولادهم تحت سيطرتهم، سو هن بيقولوا لهم شو بدهم يعملوا، هن بيقولوا لهم وين بده يروحوا، سو هن الفاينل ساي عندهم. والتينيجرز بهيدي الفترة هن الوقت اللي عم بينموا شخصيتهم ويبرهنوا أنه هن موجودين. يعني انت عندك اولاد بتعرفي واولادك اصغر بعرف، بس هي الفكره بتذكري وقت كان عمرهم سنتين، وقت كان في فتره الاسئله والستراجل، فوتوا ناموا ما تفوتوا تناموا. اول شيء بيكون في باور ستراجل، هن كثير صغار على السنتين وقت بلشوا يمشوا ويحكوا ويعملوا هدول القصص. وثاني باور ستراجل بتصير وقت بصيروا تينيجرز، لانه هن بده يبرهنوا شخصيتهم والاهل صاروا بديفرنت زون، سو ما معودين انه اهله الاولاد تبعولهم يقولوا لهم لا اما هيدا رايي اما هيدا اللي بدي اعمله. سو هي التينيجر بحد ذاتها شيء كثير تشالنجينج للفريقين، ومثل ما قلت اللي عملوا اكثر تشالنجينج هو الظرف اللي نحن قاطعين فيه ديفينتلي، لانه التينيجر هيدا الوقت هو الوقت تبعه اللي عم بينمي شخصيته، عم بيعمل اصحابه، بده يظهر، بده يشوف، بده يعمل قصص ما كان يعملها هو صغير، وهلا صرنا مزروبين سوا. سو الريليشن شيب بين الفريقين كثير كثير مشحونه، لانه لا هيدا السبب تبع الباور ستراجل اكيد. بولين قبل ما نتابع ونغوص بتفاصيل هذا الموضوع، ونحن كيف كأهل فينا نكون عم نسيطر إلى حد ما بعد على هيدي الفترة الصعبة يلي مرقنا فيها ورح نضل مارقين فيها شكله لوقت أطول. 13 كان، لأنه بصير 13 ببطل 11 و12 كان يبلش عمر المراهقة، بس عم نشوف هلأ ما بعرف إذا مزبوط ولا مش مزبوط، بدأ أنت تصوبيه، لأنه كأنه الولاد عم بفوتوا بعمر المراهقة أو سن المراهقة بوقت مبكر أكتر، هل هالشي صحيح؟ وبأي عمر معقول يكون ولد بلش بالمراهقة؟ أكيد عم بلشوا قبل، يعني قبل كان 13، هلا في شيء اسمه توين، يعني بين ال 10 وال 13 هن ببلشوا يصيروا بفتره مراهقه، لانه هلا الفرق بين جيلنا والجيل الجديد، مش لانه نحن كبار بس لانه في فرق جيل، هي الفكره انه هن واعيين اكثر، التكنولوجي اللي هن عندهم وصول لها، الاشياء اللي واصلين لها كثير اكثر من الاشياء اللي نحن كنا واصلين لها من قبل. قد ما كان في تكنولوجي بس it's nothing compared لليوم. So definitely المراهقة بتبلش قبل، منع على 13، بتبلش على التوينز، يعني 10, 11, 12, 13 and on. وقلت كلمة كيف بدنا نسيطر، هي هيدي كتير مهمة، انه أول شيء بدنا نسيطر على حالنا، نحن ما بدنا نسيطر على أولادنا، لأنه نسيطر على مشاعرنا نحن كشخص.
مش الحدس انه نحن بدنا نسيطر على اولادنا، لانه مش الدور تبعنا نسيطر على اولادنا، الدور تبعنا يكون انه نكون بارتنرز مع اولادنا لينموا ويكبروا ويكونوا الاشخاص اللي هن بدهم يكونوا، يعني يحققوا احلامهم تبعولهم لالهم. سو كثير مهم كيف نبلش نحن نتقبل هالفتره اللي نحن قاطعين فيها، هاي كثير مهمه. البدايه دائما بتكون عنا جواتنا بحالنا، وهيدي أول نقطة بدنا نناقشها. كيف فينا نبلش عن جد نقدر نسيطر على حالنا وعلى مشاعرنا بظل كل هالظروف، لحتى هالستابيليتي أو تقبل الوضع، ما نعيش دايما بالأحلام، نكون بالفعل عم نعكس صورة لهالأطفال، لأنه هن لو مراهقين بدلهم أطفال لعمر 18، مش بس بعيوننا، هيدا كمان بالطب النفسي بتنعكس عليهم. يعني نحن إذا كنا مرتاحين بالتالي منعكس صورة لألهم، هيدا الستابيليتي اللي نحن عايشينها بتنعكس بشكل مباشر عليهم. أكيد أكيد تنعكس، لأنه كل شيء ببلش فينا. الأولاد ما بيسمعوا نحن شو بنقول لهم at any age، ما بيسمعوا، هن بيشوفوا نحن شو عم نعمل وبيعملوا ذات الشيء. يعني إذا بتلاحظي الأولاد اللي بيصرخوا هن الأولاد اللي بيتصرخ عليهم، الأولاد اللي بيضربوا هن الأولاد اللي بينضربوا، الأولاد اللي عايشين مهايبرين هن لأنه الأهل مهايبرين كل الوقت. سو هي الشغلة بتبلش منها، لأنه الأولاد بيقلدونا. يعني ما فيني أنا أكون عم بعصب وصرخ بعدين اطلب من ابني يكون رايق، ما هو عم بشوفني كل النهار انا معصبه، سو كيف بده يروق؟ يعني هو رح يعمل ذات الشيء اللي انا رح اعمله، رح يعمل بيهيفير بس على طريقته. يمكن ما يصرخ ويعصب ما انا بصرخ وبعصب، بس يمكن يعمل اشياء البيهيفير على طريقته. سو نحن دورنا كاهل هلا كثير مهم. بعرف نحن كاهل مرقين بكثير ضغوطات والفترة صعبة، ما حدا عم بيقول بينك. Can we fake it? It's not about faking it. هي it's about نستوعب إنه هيدي فترة ورح تقطع. مثل ما الأشياء دائما بالحياة في أشياء في طلعات وفي نزلات، ودائما في فترات بتكون أصعب من فترات، في فترات أحلى من فترات. So بدنا نستوعب إنه هيدي الفترة رح تقطع. بدنا نستعمل شعورنا والذكاء تبعنا وبالطريقه لحتى نقطعها بافضل طريقه ممكنه. اشخاص رح يقطعوها بطريقه اصعب من اشخاص اكيد، بس كله رح يقطع بالنهايه. سو هيدي اهم شيء نتقبل انه هيدي فتره ورح تمرق، ما رح نضل عايشين بهذا الشيء اللي نحن عايشينه اليوم. لانه اذا بتفكري كل شيء، يعني نحن لليوم بهلا قطعنا 100% من الفترات الصعبة من حياتنا من قبل، قطعناهم وصلنا لليوم لهون. سو كمان رح نكمل بكرة، رح نرجع نطلع لورا ونشوف قطعنا هيدي الفترة كمان. سو كتير مهم نتقبل انه مش يعني we deserve it، مش يعني نحن we deserve الشيء اللي عم بيصير، بس نتقبل انه عم بيصير وكيف بدي اشوفه بطريقة لأقدر كمل، مش ضلني قاعدة وعم بندب حظي. تاني نقطة فينا نشتغل عليها بأنه نخلي المراهقين يلي معنا بالبيت يكونوا سمودلي عم بيقطعوا هيدا الفترة. بولين، أطفالنا المراهقين، يعني خليني أقول التينيجرز اللي عايشين معنا بالبيت، ما بقى عم بيروحوا على المدرسة، ما بقى عم بيشوفوا أصحابهم بالمدرسة، ما بقى عم فيهم يشوفوا أصحابهم حتى برات المدرسة. أشخاص كتير كنا نشوفهم كل يوم على إنفيون كل يوم، نحن كتينيجرز فجأة بطلنا عم نشوفهم. ناس كانوا منخبرهم كل شيء، أسرارنا بطلنا عم فينا نشوفهم، مطارح كنا فينا نروح عليها بطلنا فينا نروح عليها. شو بتقولي لهول التينيجرز؟ كيف بتحيطيهم بشكل ما يحسوا انه خسروا كثير، وتنقلي لهم هيدا الاكسبتنس او تقبل الوضع يلي عم بيصير، وهن ما عندهم بعد النضج اللي انت عندك هيك كأم؟ اكيد كأم وكبي كمان، يعني الاهل بالتربيه هن تو بارتيز. هي الفكره انه هلا اصعب شغله بالكوفيد 19 هي اللونلينس،
يعني وذر نحن كبار، اما التينيجرز تبعولنا عايشين بفتره كثير لونلي، لانه مثل ما قلتي قاعدين بالبيت، انفصلنا عن الاشخاص اللي بنحبهم، ما بقى عم نشوفهم قد ما كنا نشوفهم قبل. اوكي عم نشوفهم بالسوشيال ميديا، عم نحكي معهم، عم نعمل فيديو كولز، بس مش ذات الشيء مثل الهيومن كونتاكت. سو الشباب اذا بدنا نسميهم تينيجرز، هن عايشين باوضهم بغرف النوم تبعهم مع التليفون تبعهم most of the time، أما مع الآيباد اللي عم بيدرسوا عليه، أما مع الجيمز. سو عايشين بكوكون كتير صغيرة كلها تكنولوجي، ما فيها human touch. يعني حتى الأساتذة تبعولهم عم بيكونوا أونلاين بأوقات أوقات مش منتظمين، يعني ما عم بيروحوا، ما في ديسيبلين. سو اللي لازم نخلقه هو نخلق جو كمان برات هالتكنولوجي وبرات هاللونلينس روم. يعني ورح نحكي عن كم تيب رح بعد شوي كيف الاهل يساعدوا اولادهم لحتى يقدروا يمرقوا هيدي الفتره ان تيرمز اوف تيبس. بس اهم شيء لانه في كثير لونلينس هي الكوميونيكيشن، التواصل. هن عم يتواصلوا مع هيدا التليفون والايباد والبي اس وما بعرف شو، نحن بدنا نخلي تواصل بيننا وبينهم مفتوح. يعني دايماً عم نحكي مع بعض، دايماً عم نضحك مع بعض، نجرب قد ما فينا نبعدهم. مش أنا أكون عم بحكي على السيلولار وقال له اترك السيلولار من إيدك، ما فيني أعمل هيدا الشيء. يعني بدي أنا كمان عيش الحالة اللي بدي إياهم هن يعيشوها. أنا بدي وقت، هن كمان بدهم وقت. يعني بتشيل التليفون لحتى هن يشيلوا التليفون من إيدهم. هيدا نقطة كتير مهمة. نحن منفكر إنه بس هن وصغار بقلدونا، لا، هن وكبار كمان بقلدونا. نحن من وقت ما يخلقوا الرول مودلز تبعهم، ومثل ما قلتي ما فينا ننظر، بدنا نكون ريل رول مودلز. ونحن كمان عنا أغلاطنا، عنا أور أدكشنز، أوقاتنا هلأ ما عم بتساعد أكترية شغلنا على التليفون، عم بدل أكتر بإيدنا، ما بقى عم فينا نشوف الأشخاص، عم نحكيهم كل الوقت. بس مثل ما قلت لازم نخلق هيدا الروتين يلي فقدوه نحنا يمكن بالبيت، لحتى يحسوا إنه في بعد على القليلة شيء كونتاكت إما أو من شخص للتاني، لو محصور بأشخاص معينين. صح 100%. لانه بتعرفي شو الخطر هلا؟ الخطر هلا لانه ما في هيدا الهيومن تاتش، واذا نحن كاهل ما فتحنا الكوميونيكيشن، اولادنا معقول يروحوا على طريق نحن ما بدنا يروحوها طبعا، لانه كل نهار هن ادكتد على السوشيال ميديا. سو فيهم يتعرفوا على شخص على السوشيال ميديا وات ايفر ات از، ويفتح معهم هالكوميونيكيشن اللي ناقصه معنا، ونروح على محلات ما بدنا نروح عليها. سو والادكشن بتزيد وبتزيد وبتزيد. سو اهم شيء نحن كاهل نكون كومباشنت، يعني نجرب نفهم انه نحن وقت كنا بال14 كيف كنا نشوف اهلنا. ما نحن كمان مرقنا بهيدي الفتره اللي كنا نشوف قد ما كانوا اهلنا منيح، كنا نشوف اهلنا انه من غير كوكب. سو هلا هن عم بيشوفونا من غير كوكب، وهلا اصعب. أكيد أصعب بكتير. كيف فينا نحدد السكرين تايم للمراهقين؟ دراسات كتيرة بتحكي عن قديش لازم أطفال صغار بعمر كتير صغير يتعرضوا للسكرين تايم. أنا شخصياً بعرف كتار من الأهل بيرفضوا أصلاً يجيبوا إن كان باد ولا تليفون لأولادهم كان قبل 18، بالأخير استسلموا لأنه شافوا أنه كل أصحابهم بالصف بعمر ال 11 و 12 صار عندهم تليفون ما عداهم، لما يحسسوهم بهيدا الفرق استسلموا وجابوا. يعني كيف فينا عن جد ندلنا على كلمتنا على قرارنا، بس بنفس الوقت ما نحسس طفلنا أنه نحن حارمينه من شيء كل الأطفال اللي حواليه عندهم إياه؟ صح. هلا هن معظم التينيجرز ما فينا نضحك بعض، عندهم تليفونات وعندهم الايباد وعندهم بي اس وعندهم تكنولوجي كلها، بس هي الفكره انه بدي اشغلهم بشيء ثاني. ما فينا اقول له شيل تليفون من ايدك واقعد صدي بوجه، يعني بالنهايه بدي اعمل شيء اكتيفيتي انا وياه، افتح حديث. مثلا انا ابني عمره 14 بدي احكي شيء بهمه لإله، افتح كونفرسيشن انا وياه لحتى الهي عن التليفون، الهي عن البي اس. فينا نعمل هلا الاهل
معظمهم عم بيطبخوا، سو نشوف شو الفيفوريت ميل اللي هن بحبوها ونطبخها سوا، يجوا يعني يكونوا بارتنرز معنا، يعني نجرب نقول لهم اوكي نحن هلا السيتويشن مثل ما انتم لنقول بالمدرسه وقت الدرس لهيدي الفتره الاهل كثير عم بيعانوا منها، انه حتى هن وعلى الاونلاين كلاسز عم بيكونوا على التليفون وعم بيتسلوا وعم يفتحوا كوميونيكيشن، يكون في رول انه لحظه وقت الاونلاين كلاس مثل وقت المدرسه اكزاكتلي، ما في التليفون وما في البي اس، سو بينحطوا على جنب، وقت بتخلصوا then you take it، لانه اوريدي هن على الاونلاين، سو بدنا نحط نرجع نفسر لهم ونخليهم هن اصحاب القرار معنا، يعني وقت بنفتح هيدا البريدج اوف كوميونيكيشن بصير فيهم هن يعطونا افكار، بدل ما نقول لهم ما تعمل ما تشيل ما تحطي ما تقومي ما تعملي كل الوقت، نقول لهم اوكي هيدي الفتره نحن قاطعين فيها، كيف بدنا نشتغل سوا لحتى نقطعها؟ شو الاشياء اللي انتم بدكم تعملوها؟ شو الاشياء اللي نحن بدنا نعملها؟ كيف بدكم نتصرف مع بعض؟ لهيدي كثير مهمه، هلا معظم الاهل عم بتصرخ إذا ملاحظة، يعني بتسمع الصريخ تبع الأهل اللي ما بيهون الشيء ولا على الأولاد ولا على الأهل، لأنه وقت أنا بصرخ بكون عم بعصب الأولاد وعم بعصب أنا، سو لازم نشتغل على حالنا to stay calm كمان. هيدا نقطة كتير مهمة ذكرتها وبحب عيدها، to involve them بكل قرار عم ناخده، يعني حتى لو عم نحرمهم من الشغلة نخليهم هن يقرروا يسلمونا، صح. هيدا الغرض اللي بدنا نحرمهم منه. الطبخ قديش عن جد ساعد، الزراعة هول تيبس كتير مفيدين في كتير من الأطفال تالنتد، إن كان بالمطبخ بأنه يسقوا الزريعة حتى لو كان كامبو على البلكون، يعني ما عم نحكي عن نحن بنعرف انه مش كل الاشخاص اللي عم بتابعونا عندهم جنينات وعندهم اراضي عم يزرعوها، بس حتى هيدي الزهره المحطوطه على البلكون، الشجره الصغيره اللي تحت البنايه، فينا نكون عم نخلي اولادنا يهتموا فيها يراقبوها يعتنوا فيها، لحتى عن جد نكون عم نعطيهم بدائل عن الشيء اللي عم نحرمهم منه. تغيرات كتيرة بولين بتكون عم بيمرق فيها هيدا المراهق وهيدا الوقت اللي حكيت عنه يلي الالون تايم بقلب الأوضة بالبابل تبعيته يلي ولا نهار رح يخلينا نفوت عليها، أوقات بيكون صعب على أهل خاصة إنه هيدي التغيرات تكون عم بتصير بهيدا الوقت بالذات، وهون عم بحكي كمان عن التغيرات الجسدية يلي بيكون عم بيمرق فيها وبالتالي بتأثر بشكل مباشر على تغيراته وتصرفاته، المود سوينجز تبعوله، كيف فينا نظهره من الأوضة بدون ما نكون نحن عم نعمل انفيجن للبرايفسي او لهالبابل يلي هو هلا ما عم بحس حاله سيف الا فيها لانه لحاله بالاخر. هلا هي كثير مهم ما انه تو الاو للبرايفسي، لانه هن كمان بدهم وقت لحالهم، يعني مثل ما نحن اوقات نحس انه خلص هيك وبدنا خمس دقائق، لو بدنا ناخذ جراب كوفي نطلع على البلكون نوقف بس خمس دقائق ان سايلنس لحالنا، هن كمان البرايفسي كثير مهمه لهم، سو نخلي لهم هيدي البرايفسي بس لحتى نظهرهم مش بالقوه ظهر من الاوضه، مش بالقوه تعال نعمل هيدا الشيء، مثل ما قلنا وقت بنعمل بارتنرشيب لحتى نشتغل على الاشياء، دان سوا بتصير يعني بتصير شوي شوي، ما فينا نعمل الاشياء كمز ناتشرلي يعني صح، بس بدنا نفتح البريفسي، انا ما بحكي بالكوميونيكيشن مع ابني او ما بحكي مع بنتي، ما فيني at the end of the day قل لهم تعوا نعمل شيء سوا، سو الكوميونيكيشن كثير مهمه بيناتنا ونخليهم مثل ما قلنا يكونوا معنا بالقرار، سو اوكي في عندكم البرايفسي تايم اللي انتم كمان كاهل بدكم هيدي البرايفسي تايم، سو اثنيناتنا بنتفق على الاوقات انه اوكي انت عندك شغل وبدك تعملي كم شغله، سو ذيس از ذير الون تايم كمان اللي هن بيحكوا مع اصحابهم برايفتلي، مش كل وقت شو عم تبعت مساج وشو عم تبعتي مساج ولكن الوقت تليفون بايدك اند سو اون، سو نعطيهم هيدي البرايفسي لالهم كمان، وقت وي انفولف ذم بالاكتيفيتيز
مع بعض، ساعتها اوتوماتيكلي هيدي الاشياء بتصير تخف، لانه وقت رح نكون وير كوكينج توجذر. اما عم يعملوا جاردنينج هن لو بويات صغار وبحبوها وبيحبوا يعملوها، اوقات في ولاد بحبوا يعملوا كودينج منا، بالعكس اتس ذا فيوتشر، يعني نخليهم الاوبورتيونيتي يعملوا قصص لانه منهم معودين. في كثير اولاد هلا اكتشفوا التالنتس تبعولهم بهيدي الفتره، كثير اشخاص اكتشفوا التالنتس تبعولهم، لو ما عندهم هاي البرايفسي شوي ما فيهم يكتشفوها. الكلاشز يلي عم بتصير كتيرة، أو الصراعات والتصادمات بين الأهل وبين هالمراهقين والمراهقات، بولين حكيت عن الصريخ، بدي أقول أنه بهيدي الفترة مش بس العنف بين الكوبلز أرقامة طلعت، كمان العنف على الأطفال كتير زاد. الدراسات والأرقام والأحصاءات عن جد بتخوف. نحن بمطرح من المطارح مثل ما قلت أكيد بنفهم الأهل، بس الصريخ والضرب ما بحياته بجيب أوف ليميتس، يعني ممنوع هيدا، ما منناقش ما منناقش فيه. كيف بدنا نكون عن جد عم نستوعب هيدا المراهق بدون ما نكون عم نعنفه، حتى لو أنه نجرحه بكلمة، لأنه مرات الكلمة بتكون عم تخلق جو عنف تجاهه. الكلمة دايماً، الكلمة كتير بتأثر، لأنه إذا بتشوفي في دراسات عملت في الأهل اللي كانوا يقولوا لأولادهم أنتم ما رح يطلع من أمركم شيء، ما رح يطلع من أمركم شيء، ما رح يطلع من أمركم شيء، versus الأهل اللي دايماً بيشجعوا التينيجرز والولاد تبعولهم أنه جربوا، وأنا أكيد إذا بتحط الشغلة براسك رح تنجح، وأنا أكيد أنه أنت إنسان كل العالم بحبوك and so on. الأشخاص اللي قالوا له ما رح يطلع من أمركم شيء انتهوا بالسجن بأمريكا، والأشخاص اللي كانوا عم يعملوا لهم positive reinforcement طلع منهم شيء. سو الولاد، لأنه نحن قلتيها الكلمة، نحن الرول موديل لأولادنا، ونحن كل شيء نحن بنقول لهم إياه بياخذوه أستام، وبيخلق البيليفز تبعولهم، بيخلق إذا بيأمنوا بحالهم أما ما بيأمنوا بحالهم. سو كثير مهم نقدر نسيطر على الكوميونيكيشن اللي عم نقولها لأولادنا، لأنه إذا كل الوقت مثلا رح أعطيكي شغلة بدل ما تخرب هيدي الشغلة، قل له البيهيفير اللي بدي أشوفه، يعني بدل ما تخلي اوضتك مكركبه لنقول، ساوي اوضتك، تعال نساوي الاوضه اور وات ايفر. سو في فرق، شوف شو احلى الاوضه هي ومرتبه 100%. سو ماني ضروري ضلني احكي نيجاتيف 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 كل الوقت، وهيدا اللي بياثر. وقت انا عم بحكي مع اولادي نيجاتيف انا عم بعصب كمان، إذا بتفكري فيها أنت بتعصبي. أكيد أكيد 100%. بولين بعد معنا دقيقتين قبل ما نختم، شو بتحبي تقولي بختام هاللقاء لكل الأهل يلي عم يتابعونا، يلي عن جد عم بيعانوا من ضغط نفسي كتير كبير، من تحديات كتير كبيرة، كيف فيهم يكونوا عم يقطعوا هيدي المرحلة مع تينيجرز اللي معهم بالبيت بأقل خسائر ممكنة؟ اللي بدي اقول لهم اول شيء انه كلهم they're doing a great job مع كل المشاكل اللي عم تصير معنا، كل الاهل عم يعملوا a great job، كل التينز عم يعملوا a great job، بس اهم شيء show the love. يعني انا في شيء كونسبت بقوله للكل STL اسمه show the love. so كل شيء عم تعملوه فرجوا الحب فيه، وقت بيكون في حب كل شيء بينعمل بطريقه احسن. وفي فكره كثير حلوه اللي بنعملها اخر النهار، اللي دايما ناخذ منت سوا نحن كعائله ونشوف شو اللي كان منيح بهيدا النهار، شو عملنا بهيدا النهار لحتى بكره كمان نعمل شيء ثاني احسن. سو دايما شو ذا لاف، دايما فرجوا اولادكم انه بتحبون، لو تينيجرز بحبوا انه تفرجوهم هيدا الحب، لو هن ما بيفرجوه لانه هيدا الايج صعب لهم، سو ما بحبوا الغمره والبوسه وهيدا، بس الكوميونيكيشن اللي بنعملها معهم كثير مهمه. سو شو ذا لاف للاولاد، شو ذا لاف ليور partner و everything will be better. بولين ما بعرف إذا فاتحة تي في، بس أنا هلا STL I'm showing you my love. عم بعمل لك قلب. نحن كثير بنحب إطلالتك معنا، وبالفعل شكرا كثير على النصايح اللي بعتقد فادت كثير من الأهل، الأميات والآباء يلي عم بتابعونا. على أمل لقاء التالي يكون باستديو وجها لوجه، أو حتى يعني الذبذبات الإيجابية انتشرت عنا لو عبر السكرين، ما في شيء بيوقف بينك وبين إنك تفرجينا الحب وتعدينا إياه، وأكيد عديت المشاهدين اللي عم بتابعونا كمان.
شكرا كثير لك، على امل لقاءات اخرى مره ثانيه. مشاهدينا فاصل قصير ومتابع لقاءاتنا اليوم، بدي اوعدكم عن جد يعني لحد هلا انا بعتبر انه هذا النهار كان كثير حلو، وبعتقد حسيته يمكن قديش عن جد النهار كان مبلش بكثير من الايجابيه، بكثير من التامل بكلمه الله، بكثير من الاشياء الروحيه اللي حكينا مع الاسيس ادجار، وان كان هلا كمان مع بولين سوايا يلي بتعطينا دايما امل. النهار لحد هلا بياخذ العقل، وانا بدي اقول لكم تابعوا لقاءات التالية لحتى تعرفوا انه كمان بعد في لقاءات بتاخذ العقل، الشهادات حيه لاشخاص رح تغير لكم يمكن بنهاركم. بختام لقاءاتنا ما رح اقول لكم اكثر، تابعونا لغايه الساعه 11:30 بتعرفوا عن شو عم بحكي. باي.